كان كنت بتكلم مع حد هو حاسس ان ربنا ظالم عشان سببين. حاسس ربنا ظالم عشان سببين. اول سبب انه بيقول ان الحياه اللي احنا عايشينها دي مش كافيه ان هي تحدد ابديتي, يعني ايا كانت الحياه دي هي ولا حاجه بالنسبه للابديه, فده ظلم ان حياتي الصغيره دي هي اللي تحدد ابديتي تبقى عامله ازاي. تاني حاجه بيقول ان ربنا خلق الملائكه كويسين, الملائكه مش بيغلطوا, يعني ما عندهمش فرصه ان هم يغلطوا. مين قال كان عندهم فرصه في البدايه؟ الحياه بتاعتنا هنا صغيره بالنسبه للابديه, فده ظلم ان دي تيجي اقول لها انت النهارده مش بتاخد دي قد دي, انت بتخلي حياتك الارضيه مدخل للابديه. فالمدخل دايما بيبقى ايه؟ باب, حاجه صغيره, كوريدور في الحياه الارضيه. في الاخر انت في النهايه وجهتها ازاي, في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده, انت حر. فهي فتره اختيار واختبار وتحقيق مشيئة معينة بتاعتك, بعد كده بتاخد انت السكة بتاعتك وتطلع على طول. فمش لازم اعيش مليون سنة على الارض عشان يديني مليون سنة ايه, لما بقى الابدية, الابدية فوق الزمن, الابدية ما لا نهاية. مين فينا يعرف ما لا نهاية دي قد ايه؟